ميسيو سعدان صباح الخير. السلام عليكم. كيف تشوف احوال المنتخب ميسيو سعدان؟ يعني مباراة كانت جميلة وأدينا والمناخ ما ساعدش اللاعبين وفزنا بنتيجة هدف مقابل صفر وهذاك اللي كانت وهذا اللي هو شحال بد. كيف تقيم أداء اللاعبين الجدد خاصة الجدد؟ منصوري كان لاعب ممتاز ولاعب قدم كثير قدم كرة القدم الجزائرية وأنا ما نحيهش. غير طلعت لكم السكر وغير أتمينا من لاكوب دي موند. كيف تشوف اللاعبين مثل غزال وجبور قرابة حوالي 5 سنين ما سجلوا اي هدف وما زالوا يلعبوا بشكل اساسي؟ احنا رانا مرتاحين وضعية غزال كيما واش يسجل ومهمة تاعو ما يسجلش. انا عطيتو تعليمات باه ما يسجلش. اللاعب ثابت بوز ماذا تقول عنه؟ لاعب ضعيف وامكانياته محدودة وما نديروش. واللاعب غديورا؟ اللاعب غديورا يلعب يشبه البوعزة وما يزيدش يلعب. كيف واش تقول على الناس اللي قالوا لك معيش حكرت الزيايا؟ انا لا انا مدرب نطلع السكر ومانيش رايح غير 30 مليون جزائري في المونديال.